إلى من تشكو الكرب والهموم، أقبل على دعاء الكرب، فوالله الذي لا إله إلا هو ما تسلح به وردده أحد إلا استجاب الله له وفرج عنه كل الهموم والكروب التي يعاني بها، سواء كانت جسدية أو نفسية أو طلب من عند الله. إلا الله فرج عنه في أقرب وقت ممكن أسرع، إنه مجيب سميع قريب. اقرأ الدعاء تحت هذا الفيديو. أسأل الله لي ولك الرحمة والمغفرة وقبول الدعاء والإجابة، إنه على كل شيء قدير. أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق الله العظيم.